نظم مجلس السيد أيوب المناعي في مدينة عيسى اللقاء السنوي 15 بمناسبة تقبل التهاني بعيد الفطر السعيد تحت عنوان حب الوطن، حيث شهد هذا اللقاء حضور عدد من أعضاء المجلس النيابي الحالي ونواب سابقين، إضافة إلى تواجد أعضاء من المجلس البلدي وبمشاركة مجموعة من مندوبي المجالس الشعبية من مختلف محافظات المملكة. ويهدف لقاء العيد السنوي هذا إلى الحفاظ على أواصر التلاحم المجتمعي بين أبناء المحافظة الجنوبية والتمسك بالعادات الأصيلة المتوارثة عن الآباء والأجداد والمتمثلة في إحقاق أسمى معاني التقارب والتواصل المستمر بين فئات المجتمع البحريني المترابط وديمومة تكاتفه وتجمعه في الأفراح والمسرات وتفعيل مبدأ المشاركة والالتزام بحضور متنوع الفعاليات التي تضمها المجالس الاجتماعية. طبعا هذه الفعالية هي رقم 15 في الواقع، واحنا طبعا هذه السنة طبعا سنينا على اساس هذا الجمع المبارك للتعارف والتزاور بعضنا بعض، وهذه تقديم تهاني صراحة، وهذه مثل ما نقول يعني هذا الجمع مزيد من التعارف، مزيد من المحبة، مزيد من الأخاء بعضنا بعض، واللحمة الوطنية صراحة اللي نهدف لها ونتابعها بإذن الله أول بأول. دائما نحتفل هنا في كل عيد فطر وعيد أضحى، وسمينا هذه الفعالية حب الوطن، فدائما نجتمع هنا جميع المجالس من محرق للزلاق، يحضرون ما شاء الله أصحاب مجالس ورواد مجالس مع نواب وأعضاء بلديين بالإضافة إلى صحفيين وكذي. هذا الشيء يعني احنا القصد منه أن اللمة دائما نكون متواجدين مع بعض نحتفلها في العيد وغير العيد، تعني التلاحم والترابط وأسرة واحدة مجالس واحدة، فاحنا نسوي انطلاق من كل سنه نسوي هالفعاليات هذه.